موافق تشتغل عامل نظافة؟ هذا السؤال الذي طرحه اليوتيوبر اليمني ومقدم برنامج سديم مازن السقاف، وهذا في فيديو عبر قناته على يوتيوب والتي يتابعه فيها عشرات الآلاف. مازن سأل متابعيه وتحداهم خلال هذا الفيديو بعد ما عرض تجربته الخاصة في أعمال قام بها قديما ومستنكر لعملية التنمر الذي حصلت له بسبب هذه الأعمال، وأيضا حصل على تنمر بسبب لون بشرته السمراء. خلونا نشوف إيش قال. أنت كبني آدم في كثير وظائف وأشغال في العالم ممكن تشتغلها، لكن في بعض الأشغال الثانية اللي بعض الناس يشوفوا لها أو للناس اللي يشتغلوا فيها بنظرة دونية. في اليمن وتحديدا في مدينة تعز اللي هي مدينتي على فكرة، في طفل عمره 13 سنة. الطفل هذا عنده أحلام، عنده طموح، وكان نفسه يسجل في مكتبة اسمها مكتبة السعيد، لأنه يمكن هي المكان الوحيد في تعز اللي ممكن تحصل فيه كتب تقرأها. المهم إنه الطفل هذا قرر يعتمد على نفسه وقرر إنه يشتغل. وإيش كان هذا الشغل؟ قرر إنه يبيع بطاط في الحارة اللي كان فيها، وفعلاً بدأ يشتغل وجمع ريال فوق ريال ودخل هذه المكتبة. ولما دخل المكتبة قرأ وتعلم وارتسمت براسه أحلام وطموحات أكبر وأعظم. تحبوا تعرفوا من هذا الطفل اللي أنا أتكلم عليه؟ كان أنا اللي تشوفوها أمامكم، مازن السقاف. والخبر الأخير معانا لهذا اليوم، برنامج فيوز قرر يسوي حملة الشغل مش عيب، وممكن أي حد يشارك في هذه الحملة أو يحكي قصته أو يقول رأيه في هاشتاج الشغل مش عيب. صح لسانك يا مازن، فعلا عمر الشغل ما كان عيب. أكثر من 127 ألف شخص شاهد هذا الفيديو حتى اللحظة، وعلى الفور تفاعل اليمنيون بالتحدي مع سؤال مازن وتحديه تحت هاشتاج الشغل مش عيب على منصتي فيسبوك وتويتر، حيث عرض البعض تجاربه الخاصة في مختلف الأعمال التي مارسوها أثناء مراحل حياتهم المختلفة في الوقت الذي دعا الكثير من الشباب اليمني إلى عدم اليأس وعدم النظر بدونية إلى أي عمل ما. اشتغل طباخ لان الشغل مش عيب. عادي جدا عندي اني اشتغل في الجامعه عشان اصب نقص معين بحياتي، دام انه مش عيب. عادي اشتغل عامل بناء، عمر الشغل ما كان عيب. عادي اكون بائع متجول لان الشغل مش عيب. عادي اشتغل قرصان لان الشغل مش عيب. عادي جدا انه اشتغل كاشير علشان الشغل مش عيب. عادي اشتغل بمطعم لان الشغل مش عيب. انا عامل نظافه وافتخر بمهنتي والعمل مش عيب. عادي اشتغل.